قال لك في خطأ. لا انا بس سمعتني بقول لك ايه، اسامه بن لادن هو اللي عمل لك مشكله في الفيلم وفي الشريط. اسامه بقى يعني ما مش هن غنى هو يعني الاحداث دي الاحداث عملت مشكله. الاحداث 11 سبتمبر بالظبط عملت مشكله الناس كلها يعني. بس لا بس انت كانت مشكلتك كبيره انك نازل هتنزل بشريطك وبفيلمك بالفيلم. هو بس يعني الاحداث خلتنا اجلنا الفيلم عادي ده الحمد لله يعني. احسن انها تقعد شويه الناس تشوفها ويعني تتعرف عليها كويس. وخلي بالك يعني الحاله اللي احنا فيها دلوقتي الفيلم الحمد لله ان شاء الله يعني نزل اول يوم العيد. الحاله اللي احنا والكلام على الفيلم ده دي حاله مطمئنه جدا وحاببها جدا جدا. فبقول فعلا الحمد لله ان ربنا تسبب الاسباب عشان بدل ما كنا نزلنا بالفيلم يعني يمكن يعني لا 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 يعني كل حاجه بوقتها. لو فرانك سيناترا ما كانش في حد كل حاجه بوقتها وربنا هو اللي يعني بص بقى تعبير برضو يجرجرنا لحكاية الغرور. ان انت بتقول في اول يوم تصوير من فيلم الفيلم الجديد بتاعك حسيت او شفت النجاح في اول يوم تصوير. شفت النجاح يعني اول يوم صورت الفيلم حسيت ان انت الحمد لله الفيلم هيمشي. ده مين اللي قال كده؟ ده تعبير والله مكتوب لي هنا الحقيقة، لانه منقول من مجلة. بعد تصوير اول مشهد في رحلة حب شاهدت نجاح الفيلم وأدركته نفسيا. ده تعبير متقال على لسانك. لا لا هو ما كانش كده. انا طبعا اللي كتب هاتوا كده ولا كده الكتاب كان نقاش على بطلة الفيلم على الوجه الجديد اللي احنا جايبينه ده خلانا مهتاب. ده خلانا اجلنا انا واحمد شغلنا. اكلمك بصراحه يعني هي ما تزعلش طبعا من الكلام ده. لا مش هتزعل. اجلنا شغلنا لان فعلا كان ممكن نغيرها واحنا كنت قلقان شويه. مع ان اختيارك. لا مش كنا قلقانين. ده انا يعني انا اللي اكلمك بصراحه كان في اعتراضات في حاجات وانا اللي اتصدرت قلت لهم ادائها كويس مش هلاقي الاداء. لان انت اللي جايبها. لا مش انا اللي جايبها، اللي جايبها الاستاذ محمد النجار المخرج. مش اكتشافك يعني. لا مش اكتشاف يعني اكتشاف مين؟ ما فيش حد بيكتشف يعني. مش هي الاهم ان اكتشاف اللي هو يا رب بس تعدي في الفيلم. كان هادي اهم. لا ما اقصدش يعني انت اديتها الفرصه زي ما اديت ناس فرص وبعدين اتخدعت. وهتبطل تعمل الحكايه دي ولا مش هتبطل تعملها؟ لا مش هبطل. لا مش هتبطل تعملها. يبقى انت اللي مديها فرصه. خلاص اوكي ما علينا. المهم البنت كانت موتراني جدا بقى. قلقان منها. مخلياني حاسس ان انا يعني هجيب كارثه للفيلم. ففعلا رحنا مأجلين اسبوع. قلنا انا واحمد يا احمد احنا هنأجل اسبوع احنا نشوف بس نطمن عشان لو نجيب حصل ان قدام الكاميرا وفي الشغل ده موضوع. مجرد مشهد ممكن يعدي، انما ثلاث اربع مشاهد معينين يتحسبوا. الاستاذ محمد نجار حط اربع مشاهد مختلفين عن بعض عشان من اول يوم يقيس اذا كان الموضوع ماشي ولا لا. وفعلا بقول لك انا يوميها انا قلت لهم بقى دلوقتي تلج عليا بقى. اطمنت. كله اطمن. محمد نجار طار بيها وكل الناس طارت بيها. قلت الحمد لله كده احنا في الامان كده. كده احنا مفيش. انت ضامن نفسك عشان ما تمشيش يبقى في حد. ضامن نفسك انت واحمد حلمي ان شاء الله باذن الله يعني. فهو دي ده يمكن كان الخبر على الموضوع ده مش اكتر يعني. يعني مش التعبير ما يخصش الفيلم بشكل عام، بيخص ارتياحك للنجمه اللي انت بتقدمها. ممكن من فيلم من يوم تعرف ان الفيلم خلاص يعني اطمنت عليه. بالعكس الطمانينه دي بتيجي في نص الفيلم. في حاجه جميله بتتعمل قويه جوه الفيلم مثلا بتيجي في نص الفيلم بعد 10 ايام من الفيلم. فاهم قصدي؟ وغالبا بتبقى نص الفيلم بعد نص الفيلم. شويه كتابات برضو بتحسسك انت ايه الموضوع. بتعرف مسكت حاجه من اول يوم العرض الاولاني انت قاعد في وسط الناس كده بتحس على طول بتشم الريحه. ما بتروحش بتخاف. ما بقعدش. تخاف جدا. لا انا بروح بس يعني بتبقى متوتر. شفت بقى يوم العرض بتبقى متوتر بقى تحت الكراسي. ولو قلت لك انه انت بتسمع مين من المطربين المصريين ده سؤالي وترك.